من جانبه قال القيادي بمجلس شورى ثوار بنغازي محمد النص إن ما حدث في بنغازي هو تكرار لمشهد درنة، موضحا أن النقطة القادمة لتجمعهم ستكون جنوب بن وليد لاستنزاف الثوار في المنطقة الجنوبية. تكرار لمشهد خروج درنة، والآن يعيد الكرة حتى بإخراج تنظيم الدولة وبقايا العناصر هذا التنظيم من بعض النقاط في منطقة الصابق وبعض النقاط في منطقة الكودة، ويتم ترميعهم في منطقة الهواري وتسهيل الطريق لهم للوصول إلى المنطقة الجنوبية. طبعا المعلومات التي لدينا الوجهة المقصودة هي جنوب منطقة بن وليد، يتم تجميع وترتيب صفوف الدواعش من جديد هناك في تلك المدينة. بعض الدواعش الذين انسحبوا من السير قبل أن يتم تطويقهم من قبل طوال المنطقة الغربية الآن يعيدون ترتيب صفوفهم في منطقة بن وليد، وبعض الأزلام المنصوبين على النظام السابق يحاول مساعدتهم وإعطاء الأرضية لهم، وهو كل يعني كل هذه الأعمال هي في إطار دعم قوات النايل وخلق قوة في المنطقة الجنوبية تستهدف وتستنزف الثوار في المنطقة الغربية لإدخالهم في صراعات. النص أوضح أن تنظيم الدولة هدفهم الآن هو تجميع الصفوف في الجنوب لكسر القوة التي هزمت التنظيم في السرد في وقت سابق. نعم، لا أعتقد أنهم تنظيم داعش يعني له أي أطماع حاليا في مسألة الحقول النفطية. الآن الهدف الأول لتنظيم داعش هو تجميع صفوفه وترتيب هذه الصفوف قبل التفكير في التوسع. لو رأينا عندما كان في سرت مثلا حاول أو فكر أن يستهدف المنشآت النفطية بعد ما جمع قواه وانتشر يعني لعند مدينة بن جول ومدينة عراوة، ثم انتقل إلى المرحلة الأخرى اللي هي مرحلة الحقول. أما الآن هي الخطوة الأولى تجميع صفوف التنظيم في الجنوب، كسر تلك القوة التي أنهت التنظيم حتى لا يتكرر المشهد هذا المشهد بكسر التنظيم مرة أخرى. وأعتقد هو يعني لم تكون مباشرة، يعني لم تكون عملية عسكرية مباشرة مثل ما كانت في سلط، وإنما حتكون عن طريق عمليات تفجيرية واستنزاف من البعيد مع تسهيل بعض الأطراف من مثل بن نايل وتبادل أدوار في تلك المنطقة الوسطى.